معايا الآن عبر زوم السيد عادل القايدي رئيس لجنة التواصل الاجتماعي الليبية من القاهرة. أستاذ عادل، مساء الخير شيخ عادل. مرحبتين بك، أهلا وسهلا. السلام أهلا وسهلا. عليكم وعليكم وعلى السلام. جميع المشاهدين وعلى كل الأخوة اللي مشاركين معك في هذا أهلا وسهلا البرنامج. شيخ عادل. يعني ما قولك فيما يعني صرح به رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري من أن الدستور الليبي لا تكتبه قبائل؟ هو ربما صدق في جزئية بسيطة، وهي أن الدستور لا تكتبه القبائل، ولكن القبائل هي من تقبله أو ترفضه. أكيد نعم. القبائل هذه هي اللي هتتفق عليه أو هترفض هذا الأمر، لأن هي اللي هتستفتى عليه. وبالتالي ما كتبوا هم صيغة لدستور وقبل يبوا يمشوه وقبل كذا، لكن الرفض الشعبي لهذه المسودة وضغط الشارع الليبي هو اللي رفض استفتاء وما صارش الاستفتاء على هذه المسودة اللي كان فيها عيوب كثيرة جدا. ولكن يجب أن يعلم السيد خالد المشري وأي شخص يعني في ليبيا أن السلطة الحقيقية هي سلطة الشعب، يعني تستمد يعني السلطة الحقيقية من الشعب نفسه. نحن في حالة من ظرف استثنائي، الدولة تواجه صراعات كثيرة جدا فيها مشاكل لفترة طويلة، وبالتالي لا يمكن الركون إلى رأي فئة معينة أو أشخاص معينين لهم أجندة أو لهم أهداف يسعون من أجل تحقيقها. سيكون المرجعية الأساسية هي مرجعية الشعب، ثم مرجعية البرلمان الذي تم انتخابه بإرادة حرة من الشارع الليبي، ثم إلى الجهات التي انبثقت عن هذا الجسم الشرعي. هذا هو التسلسل الطبيعي والمنطقي للمشهد في ليبيا بشكل عام. تمام. إذن ما تفضل به اليوم المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب من أنه إن أقدمت ميليشيات الوفاق على دخول سرت فسيطلب من الدولة المصرية التدخل. يعني هذه المسألة يعني أصبحت محسومة. هل يشعر الليبيون بأن ما يقوله رئيس مجلس النواب هو يعبر عن عموم الشعب أو رغبات الشعب الليبي بأكمله؟ نعم، أن ما يتحدث أو ما تفضل به المستشار عقيلة صالح في حديثه في مؤتمر الصحفي اللي عقده، وقال احنا نتفق معه تماما اتفاقا كليا. يعني المستشار عقيلة صالح هو رئيس البرلمان المنتخب والشرعي اللي يتحدث باسم الليبيين ويتخذ القرارات ويعتمد من يعتمد ويرفض من يرفض، وهو الشارع الليبي او الشعب الليبي اللي فوض الى هذه المرتبه هو اللي يحاسبه ويقول له انت اخطات او انت اصبت. وبالتالي هو اصاب في 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 هذا، لان فعلا هناك حراك على مستوى واسع جدا في الشارع الليبي يؤيد المبادره المصريه الهادفه الى حقن دماء الليبيين، الهادفه الى تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا، الهادفه الى الحد من الاطماع الاستعماريه للاستعمار الفكري والسياسي والاقتصادي للشارع الليبي، الهادفة إلى عدم التدخل وكف الأيادي الخارجية من التدخل والعبث بمقدرات الشعب الليبي. الشعب الليبي اللي موجود توه في الوقت الحالي، نحن رانا مؤتمنين على هذا الإرث أو على هذا الوطن للأجيال القادمة، لابد أن نؤدي دورنا في هذه المرحلة بمنتهى الأمانة وبمنتهى الشفافية وبمنتهى المسؤولية الوطنية، حتى يتثنى للأجيال القادمة أن تحيا في أمن وسلام واستقرار ورخاء. وبالتالي دورنا الآن أن نحن نحافظ على وحدة البلاد، وكل ما نصت عليه حقيقة الأمر، يعني كل ما نصت عليه المبادرة المصرية في هذا الشأن، يعتبرها الشارع الليبي أنها فرصة ذهبية لتحقيق الاستقرار في ليبيا. طيب. الشارع من قبل أيد الجيش، الشارع من مازال يؤيد الجيش في حربة على الإرهاب، الشارع أيد البرلمان ومازال يؤيد في البرلمان ومتفق حوله في قيادة للدولة في هذه المرحلة الخطيرة. وبالتالي أن أي قرار يصدر عن هاتين المؤسستين الكبار، فإن الشارع هيكون داعم أساسي وضامن أساسي لتحقيق
كل ما تنوي هذه المؤسسات فعلا. تمام. هل لديكم يعني تواصل مع القبائل في الغرب ربما لمواجهة هذا الغزو التركي؟ طبعا هناك تواصل، يعني الشارع الليبي في تواصل دائم لم ينقطع الشارع الليبي، انما يحدث في ليبيا او يعني بعض القوى المارقة او الخارج عن القانون التي ترغب ان تجعل المشهد وكأن هناك صراع بين الليبيين انفسهم، ولكن حقيقة الامر انت الان تحارب ميليشيات واضحة من جاية مرتزقة من 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 دول أخرى، تحارب تدخل واضح وصريح، يعني نشوفه في البيانات اللي تصدر عن الدولة التركية، عن الجيش التركي، عن كذا، هذه كلها بيانات. أنا يعني بصراحة أنا مستاء جدا من المجتمع الدولي ومستاء من عدم التصرف أو عدم أخذ قرار إيجابي قوي، على الرغم أن نحن نود أن ننتهز هذه الفرصة ونحيي الجامعة العربية في إصرارها على إصدار مشروع القرار اللي تقدم من مصر بهذه الصيغة، وأن كنت أطمح في أن يكون أكثر وضوحا وأكثر تحديدا في أن يجرم التدخل التركي السافر في الشأن الليبي إلى هذه المرحلة، لا أن نسمح له أن لا يتقدم ما بعد سرت أو ما هذا، نحن نرفضه تماما، سواء كان في سرت، سواء كان في مصراتة، سواء كان في طرابلس، سواء كان في زوارة، أو حتى في الجنوب. نحن نرفض التواجد التركي أو تواجد أي دولة أخرى على الأراضي الليبية، ونعزي هذا الأمر إلى المؤسسة العسكرية الليبية اللي هي من ترى ومن تقرر ماذا تفعل حيال ذلك، من مع من تتحالف في هذا، وهي تؤدي، يعني خلينا نقول أن هذا الأمر ليس رغبة أشخاص وإنما هو إرادة الشعب الليبي. لا. مجموع إرادة الشعب الليبي اللي هي المؤسسات، سواء كان منظمة المجتمع المدني، الروابط الاجتماعية، الروابط المهنية، كل هؤلاء خرجوا في بياناتهم التي صدرت منذ أن طرحت مصر مبادرتها القيمة القومية، يعني هذه المبادرة التي أحيت روح القومية في الوطن العربي بالكامل. هناك كثيرين يتحدثون عن أن الشارع الليبي مبسوط ولا فرحان بهذه المبادرة، لا لا، الأمر مختلف تماما. كل من يحمل في قلبه القومية العربية صدقني هو داعم ومؤيد لهذه المبادرة ولهذه الخطوات التي أقدمت عليها الإدارة المصرية بقيادة المشير عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية. هذا أمر كان ينقص العرب لنا فترة كبيرة، يعني ما ريناش القومية لم تأخذ مسارها اللي احنا عشنا عليه إلا من أيام جمال عبد الناصر. وما أشبه خطاب جمال عبد الناصر في سنة 69 عندما تحدثوا عن أن هناك أطماع لدولة مصر في خيرات ليبيا، ما أشبه هذا الخطاب بخطاب فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ أيام، عندما تحدث أنه ليست هناك أطماع لمصر في ليبيا، أن كل ما تسعى إليه مصر هو أن تنفذ دورها الأدبي تجاه أشقائها الليبيين الذين تربطهم بهم علاقات اجتماعية، تربطهم هناك امتداد ديموغرافي ما بين الدولتين، هناك ضوابط جوار ومصاهرة، هناك أشياء كثيرة، هناك صحيح يعني روابط نتحدث عليها تحتاج إلى أيام ونحن نتحدث عليها، وبالتالي هذه كلها دوافع ألزمت مصر بأن تتقدم في المقام الأول إلى أن تعلن هذا الإعلان الهام القوي جدا. ثم أن بحث مصر على تأمين أمنها القومي الغربي ولا الشرقي، وهذا أمر طبيعي، أنت وإحنا وين ماشيين؟ نحن كان مصر هذه إذا سقطت مصر لا قدر الله فسقط العرب وخلفهم المسلمين. يعني إذا سقطت مصر سقط العرب أجمعين، مش هيقدروا، لا يمكن أن تسقط دولة مصر وتبنيها دولة عربية أخرى. مصر هي اللي تبني الدول العربية الأخرى، العواصم الأخرى إذا سقطت تبنيها مصر، لكن إذا سقطت مصر ما في شيء يقول يا رحمن يا رحيم على العروبة وعلى الإسلام وعلى الدنيا كلها. لا، هذا ما نسعى إليه الآن، أن نحن ندعم الموقف
المصري او الامن القومي المصري، الحفاظ على الامن القومي المصري هو الحفاظ على الامن القومي العربي. هذا يجب ان يكون شعارنا في هذه المرحله المهمه والخطيره في منطقه الشرق الاوسط، تشهد صراع على النفوذ كبير جدا لا ينكره احد. اشكرك، شكرا جزيلا الشيخ عادل الفايدي رئيس لجنه التواصل الاجتماعي الليبيه.